زيارة وزير الخارجية المصري إلى موسكو، ولكن مع دكتور عمرو الديب أستاذ مساعد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي ومدير مركز خبراء رياليست الروسي. أهلا بك دكتور. أهلا أستاذ يوسف وأهلا بالسادة المشاهدين. دكتور، احنا كنا بنتكلم لسه حالا، وطبعا هو ده اصل الحديث، مسألة زيارة السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري الى موسكو واللقاءات الموسعة هناك في الاراضي الروسية، وايضا انعكاسات هذه الزيارة في الداخل الروسي ودوائر صناعة القرار الروسي. طبعا انا بس الاول عايز اذكر حضرتك بحاجة مهمة جدا. كنت في منتخب مع حضرتك برضه في فترة مؤتمر المناخ، مظبوط، عندما تحدث الرئيس المصري عن جاهزية مصر بأن تكون وسيط نزيه، وتحدثنا كثيرا عن مسألة الوسيط النزيه صحيح بين الغرب وروسيا، وقلت لحضرتك أن قريبا جدا ستكون أمور في هذا الاتجاه. رائع، حصل يعني موجود، يعني حصل موجود، حصل محضر. حصل زيارة وزير الخارجية الروسي أو حتى يعني من أولها حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن هذا الموضوع في قمة المناخ لم يكن صادر من أو لم يكن صادر من اللحظة التي حدث فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولكن هو صادر عن خلفية واضحة، خلفية كبيرة بقوة العلاقات أو السياسة الخارجية المصرية في الفترة الأخيرة، عن تحرك وتنوع السياسة الخارجية المصرية في الفترة الأخيرة، أيضا تأكيد على الحجم الحقيقي للعاصمة المصرية للقاهرة في الشرق الأوسط كمنطقة وفي العالم ككل، في ظروف هي الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية. وهذا أمر واضح للجميع ولا مرتبط بأي نوع من أنواع الهوى، هو فقط مرتبط بحقائق وأمور نراها بأم عيننا. رأينا زيارة تاريخية للهند، رأينا زيارة تاريخية لأذربيجان، رأينا زيارة تاريخية لأرمينيا، والآن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى موسكو، والتي طبقا لتعدد الاشخاص في هذه الزياره الذين تقابل معهم سامح شكري تنم على اهميه هذه الزياره. اولا هي زياره سياسيه بلقاء الوزير الخارجيه المصري مع وزير الخارجيه الروسي، هي زياره صناعيه تجاريه من في المقام الاول بلقاء مع دينيس مانتوروف نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ووزير الصناعه الروسي والتجاره، لقاء مع نيكولاي باتروشيف أمين عام مجلس الأمن الروسي، وهذا شق أمني وشق استراتيجي لا يعلى عليه، هذا الشخص هو الشخص يعتبر رقم 2 في الدولة الروسية، من أهم الأشخاص في السياسة الخارجية والسياسة الداخلية الروسية، وهو بالفعل العقل المدبر لكل ما يدور الآن داخل روسيا وخارج روسيا وأي أمور مرتبطة بروسيا. الحديث هنا مقصد من طلائع بطروشيف هو لقائه، وهو بالمناسبة اللقاء الثاني بينه وبين وزير الخارجية المصري سامح شكري. زيارة مهمة جدا بها العديد من الرسائل، تأكيد لبعض الأمور، توضيح لأمور أيضا كانت موجودة ولكن كانت تحتاج التوضيح، وأيضا تفتح آفاق غير عادية لزيادة مستويات التعاون المصري الروسي. التعاون المصري الروسي هنا طبعا في الأساس مقصد السياسي والاقتصادي ومن بعد ذلك الأمني العسكري. المهم في هذه الفترة هو السياسي الاقتصادي، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لروسيا. روسيا عندما فكرت في الاجتماع مع دول أفريقيا وإقامة القمة الأفريقية الروسية، فكرت عندما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس الاتحاد الافريقي في هذه الفتره عام 2019، وتم تنظيم اول قمه افريقيه روسيه في سوتشي عام 2019، وكان حاضرا بالطبع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي، وفي هذه الفتره نحضر ايضا للقمه الافريقيه الثانيه،
ويبدو أن كان من ضمن محاور الحديث مع الوزير الخارجية المصري والوزير الخارجية الروسي في هذا الفضل أيضا. طيب دكتور عمرو، كان في حاجتين لافتين لنظري، منهم واحدة سؤال. أول حاجة كانت تصريحات سيرجي لافروف، كان منها تصريح أنا أعتقد لفت للنظر جدا، وهو أطلعنا وزير الخارجية المصري على ملف تفصيلي بكافة ما يحدث في أوكرانيا، فأنا محتاج أفهم التصريح ده يذهب بنا إلى فين؟ هل هيذهب فينا إلى المزيد فعلا من فاعلية الدور المصري في حل الأزمة أو الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا؟ دي نقطة. النقطة الثانية ألا وهي السؤال، أنه هذه الزيارة تختلف عن لقاءات 2+2 أو اتفاق 2+2؟ لا، اتفاقات 2+2 ده صيغة دبلوماسية تمتلكها روسيا مع الدول الفاعلة في العالم. اليابان، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع جمهورية مصر العربية. هذه الصيغة يعني لسنا بصددها في خلال هذه الزيارة، لكن الزيارة هذه هي مرتبطة أكثر بالوضع الراهن الدولي، وليس بشكل كبير طبقا للصيغة الدبلوماسية 2+2. وامر واضح بقى لان وزير الدفاع المصري لم يتفق مع بالضبط وزير الخارجيه المصري، هذا امر. الامر الاخر والمهم والذي لفت نظر حضرتك ولفت نظر الكثير هو حديث وزير الخارجيه الروسي عن انه قام بعرض كل ما يدور داخل الملف الاوكراني على وزير الخارجيه المصري، امر لا يحتاج توضيح. مصر، جمهوريه مصر العربيه تحتل يعني لا اقول ما المكان الاهم، ولكن تحتل مكانه مهمه جدا في جدول الاعمال الخارجيه والسياسه الخارجيه الروسيه، وهذا وهذه حقيقه وامر واقع تاريخي وحاضر ومستقبلي، يعني امور ليست مرتبطه باراء ولكن مرتبطه بحقائق. مساله عرض او الحديث من جانب وزير الخارجيه الروسي عن هذا الامر هو تأكيد الحقيقة أن مسألة إمكانية أن تكون مصر زي ما تحدثنا عن أن تكون وسيطة نزيها هي أمر واضح يمكن أن يحدث ذلك، ولكن لا ننسى أستاذ يوسف، لا ننسى أن الأمر صعب جدا، يعني مسألة حل الأمور أو مسألة التواصل لحل الأمور أو أمر يعتبر مش صعب ويعتبر مستحيل، ولكن دولة مثل مصر تريد أن تحاول، تريد أن يكون لها يعني نظرة ودور في هذه القضية التي تؤرق العالم ككل. وكما قلت أن مسألة الطرف النزيه أو الوسيط النزيه هي غائبة تماما في العالم، وفقط بعض الدول ومعظمها في منطقتنا وأهمها هي جمهورية مصر العربية يمكن أن تكون هذا الوسيط النزيه في محاولة للوصول لأي تفاهمات، ولكن الأمر صعب يعني بلا شك الأمر صعب ومستحيل، ولكن دولة مثل مصر يعني ليس جديد عليها أن تحاول في مثل هذه الأمور أن تقدم نظرتها وتقدم وجهة نظرها، خصوصا أنها تمتلك علاقات قوية جدا مع الجانب الأمريكي أو الغربي، وتمتلك علاقات قوية جدا مع الجانب الروسي، ودولة من الدول المهمة تاريخيا في كما نقول حركة عدم الانحياز. ولعل زيارة رئيس المطعم بالتحسيس لأذربيجان تم التطرق لهذه المسألة، لأن أذربيجان أيضا تعول على مصر أن تكون دولة وهي كدولة تاريخية في صحيح في مجموعة عدم الانحياز والدول التي لا تنتمي لأي طرف، أن تكون دائما قبلة لأي أطراف لأي نزاع دولي، أن تكون مصر هي هذا الطرف النزيه أو هذا الوسيط النزيه الذي يمكن أن يصل الأمور أو أن يقدم وجهات نظره أو أن يحاول أن يوصل رسائل تؤدي بنا في النهاية إلى بدء مفاوضات أو بدء نقاشات. وهذا الأمر يعني ليس بعيد وليس صعب، ولكن صعوبة المشاكل أو صعوبة القضايا هي التي تقول أن الأمور صعبة في الحل، ولكن صعوبة هذه القضايا لا تنفي ولا
تجعل دولة مثل مصر أن تقف عاجزة أو أن تقول أن الأمر صعب ولا أستطيع أن أقدم أي حد، ولكن هي تحاول، وزارة الخارجية المصرية تحاول بما تمتلكه من علاقات قوية مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية. وهذا دور ليس جديد على مصر، وخصوصا في الفترة الأخيرة، ولتنوع السياسة الخارجية المصرية يزيد من إمكانيات وقدرات جمهورية مصر العربية في لعب أي دور حاضر أو مستقبلي. بإذن الله. أنا بشكرك جدا دكتور عمرو الديب، أستاذ مساعد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشافسكي ومدير مركز خبراء رياليست الروسي. ألف ألف شكر على هذا التحليل وعلى هذا الطرح.